بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله حنكمل اليوم مسائل قوانين نيوتن، وحتكون إن شاء الله هذه التوتوريال رقم 4. نبدو على بركة الله. المقطع السابق قضينا المسائل التتعلق بمستوى مائل. اليوم إن شاء الله حناخذ المسائل اللي فيه جسمين بينهما نفس الحبل، يعني مربوطات بنفس الحبل، اللي هن ثلاث مسائل هذين. في المسائل هذه تكون الحبل خفيف جدا، يعني مهمل الكتلة، وأيضا البالي هذه ما فيهاش احتكاك فريكشنلس، لكن ممكن يكون السطح خشن عادي ملاش علاقة، يعني هنا خشن أو يكون سموث عادي. فإذا لاحظوا لما يعني ممكن يكون في احتكاك هنا لكن ملاش علاقة بالحبل ولا لا علاقة بالبكرة اللي مر عليها الحبل. هذه يعني في مسائل أخرى مش مقررة علينا نحن تو حاليا، يكون البكرة فيها احتكاك ويكون الحبل يعني له كتلة، لكن حاليا الآن كل المسائل إهمال كتلة الحبل وأيضا احتكاك غير موجود ما بين الحبل وما بين العجلة اللي يتحرك عليها، لكن السطح ممكن يكون فيه احتكاك ملاش علاقة بالموضوع اللي تو أنا قلته. كيف نتعامل مع المسائل نوع هذا؟ إني أنا ناخذ الكتلة الأولى بروحها نطبق عليها قوانين نيوتن، وناخذ الكتلة الثانية نطبق عليها قوانين نيوتن، وبعدها نحل المعادلات مع بعضها زي ما حنشوفه توا في النوت. الآن هذه الرسمة وهذه المعطيات. أول حاجة نديرها نحدد اتجاه الحركة، حيث يكون حركة الكتلتين متناسقة. يعني لاحظوا أن الأم 2 أكبر، فمفروض أن هي تنزل إلى الأسفل، حتى لو مش أكبر هنا ما فيش قوة جر إلى اليسار، فإذا هذه نزل إلى الأسفل، فإذا هذه لازم تمشي إلى اليمين ضروري، يعني الحركتين متعلقات ببعضهم. لكن لو أنا عكست اتجاه الحركة بحيث كان متناسق لا بأس، يعني مثلا جيت أنا قلت هذه تتحرك إلى اليسار فبالتالي تجر الكتلة الأخرى إلى الأعلى عادي، يعني هو غير منطقي لكن متناسق، فتطلع لي بس العجلة قيمة صحيحة وكل شيء لكن تطلع بالسالب، يعني ما فيش قوة جر هنا، لكن الحركة متناسقة. إذا تحركت هذه الكتلة إلى اليسار ضروري بتجر هذه إلى الأعلى. لاحظوا حاجة واحدة أخرى، لو أنا مثلا درت الحركة غير متناسقة حيطلع الحل غلط، يعني زي توا مثلا هكي، إني مثلا خذيت هذه إلى الأسفل وهذه إلى اليسار، طبعا مستحيلة، هذه غلط غير صحيح، لا يمكن، غير متناسقة الحركة. إذا تحرك هذه إلى الأسفل لازم تتحرك هذه مش إلى اليسار، تتحرك إلى اليمين لأن تجر فيها حبل واحد مربوط فيهم، إذا قلنا غلط لأن غير متناسقة، لازم واحدة منهم تجر الأخرى. أوكي، يبدأ هذه غلط. فإذا لو درت هذه إلى اليسار يجب أن تتحرك هذه إلى الأعلى، مع أن واقعيا ما فيش قوة هنا تجر، لكن يعني صحيحة، هذه صحيحة هتكون. أوكي، والحركة الصحيحة والمتناسقة في نفس الوقت أن هذه تتحرك إلى الأسفل بالتالي هذه تتحرك إلى اليمين. أوكي، فأهم حاجة تكون حركة متناسقة، مش شرط تكون منطقية، تكون متناسقة. متناسقة يعني لو تحركت إحداهما، اخترت أنا حركة معينة، الأخرى الكتلة الأخرى تتحرك في اتجاه مناسب للي أنا اخترته. واضح؟ إذا بعد تحديد اتجاه مناسب للحركة ومتناسق، نرسم الفري بادي دايجرام لكل جسم، يعني نرسم كل القوى اللي خارجة من كل كتلة بطريقة صحيحة. أول قوة تلاحظوا أن هنا في عندي وزن إلى الأسفل، أوكي؟ إذا هذا الوزن من الأسفل، وأيضا الكتلة الثانية نفس الشيء، يعني نقصد يعني الكتلة أنا رسمت الثانية بعدين حنرسم الأولى، طبعا لا يؤثر الترتيب بالطريقة هذه. كذلك ما دام في حبل إذا في شد، والشد دائما يكون خارج من الكتلة تي، خارج من الكتلة وليس داخل إليها، لأن يعني كل كتلة تشد الكتلة الأخرى باتجاهها. انتبهوا هنا إن نفس الشد لأن نفس الحبل، لو درتوا تي واحد وتي اثنين غلط، ونفس العجلة لأنها منظومة واحدة. إذا هذا الفري بادي دايجرام لكل كتلة. هنبدأ أنا بوحدة من الكتل، ممكن نبدأ بالكتلة هذه كتلة أم 2، ونكتب قوانين نيوتن بالنسبة لهذه الكتلة. طبعا الحركة هنا عمودية، حركة عمودية، وهذا السهم إذا هذا موجب وهذا سالب، اتجاه الحركة سيكون موجب والآخر سيكون سالب، يعني القوة في هذا الاتجاه موجبة والقوة اللي في هذا الاتجاه سالبة. الآن يفضل أني نقسم الصفحة إلى جزئين، يعني واحد الكتلة الأولى والآخر الكتلة الثانية، نشيد المعادلات بجنب بعضهم ونقدر نحل المعادلات مع بعضهم. هنكتب قوانين نيوتن بالنسبة للكتلتين أيا كانت، يعني في اليمين أو في اليسار،
أي منهما ما يهمش، فنكتب معادلات قوانين نيوتن لكل كتلة. بالطريقة هذه لاحظوا أن هنا الحركة عمودية، فقدرنا محاسبها في اتجاه الواي، وهنا الحركة أفقية، يعني الحركة هذه عمودية والحركة هذه أفقية، تمام؟ لذلك حطينا هنا واي وحطينا هنا اكس. لاحظوا أيضا أن نفس الـ A نفس القيمة، مع أن واحدة أفقية واحدة عمودية، لكن نفس القيمة لأنها منظومة واحدة. فردوا بالكم مديروها أي واحد وأي اثنين زي ما قلنا من بدري. أيضا الـ T نفس الـ T. فإذا نختار واحدة من المعادلات ونعوض، ممكن أنا نختار هذه، يعني نبدأ نعوض كل القوى اللي في اتجاه الواي اللي هي ام جي، وهنا في تي، اوكي، وهذه طبعا الموجب، وهنا السالب لان الحركه الى الاسفل، فاذا الاسفل هو اللي موجب واللي اعلى هو اللي سالب. بالطريقه هذه ما نعكسوش هنا، تمام، وفقط نعوض بالقيم الموجوده. لاحظت ان في عندي مجهولين، فممكن نسميها المعادله رقم واحد، اوكي، لان عندي مجهولين اي وتي. نجول للكتله الاخرى، ننظر للقوى، هذه حتكون تي والاف كي، قوتين طبعا، هذه موجبة وهذه سالبة لأن الحركة إلى اليمين، فاليمين موجب واليسار سالب. إذا نضع في هذا الطرف كل القوى الأفقية. بمجرد ما نلاحظ الاف كي، ممكن أنا نكتب قانون الاف كي هنا، ممكن نكتب هنا قانون الاف كي، يعني لو كانت قيمتها موجودة نعوض بها، لكن لو كانت قيمتها غير موجودة نكتب القانون بتاعها. هي قانون الاف كي هي نوع من، قلنا، من أنواع رد الفعل، هي ميو في الان بالشكل هذا. طبعا ميو كي هو معامل الاحتكاك الحركي، ومعطى معامل الاحتكاك الحركي معطى بالشكل هذا، فنحاول نوجدها كيف ما قلت لكم. الميو معطى، الان لازم ننظر للرسمه، لازم ننظر للرسمه هنا، لان خطا شائع قلنا الان يوضع مكانها ديما ام جي، مش دائما، ديما ننظر للرسمه يكون افضل. هذه الان وهذه الام جي، ما فيش الا القوتين هذين عموديات، اذا الان نقدر نحط بدالها ام واحد جي. فإذا الـ FK فقط نحسب قيمتها، هذه 0.3، والـ M1 اللي هي 4، والـ J اللي هي 9.8، فممكن إني أنا نحسب قيمتها عادي جدا بالآلة. فإذا هذه القيمة، أوكي، ممكن إني أنا نحطها يعني بجنب الرسمة، وممكن إني أنا نحطها في مكان آخر، المهم يكون مكانها واضح. أنا بنجي نعوض عليها، أنا يعني هذه T، والـ FK اللي هي 11.76، وهذه 4A. أيضا مجهولين، ونسميها المعادلة رقم 2. إذا أصبح عندي معادلتين، روتين عادي جدا، هذه معادلة وهذه معادلة فيهن مجهولين اللي هو تي و اي. نحل المعادلتين مع بعض، هيك انتهت الفيزياء الآن دور الرياضيات، ونحلها بطريقة الحذف، سهلة جدا، أسهل من طريقة التعويض اللي خذيناها في موضوع الأسهم الاتزان في حالة مثلا الترافيك لايت، وفي حالة الرياضي اللي على الحبل. غادي حلينا بالتعويض، هنا حيكون الحذف أسهل، لأن في عندي تي هنا وفي عندي تي هنا، إشارتهم بالعكس ينحذفوا بالجمع. إذا خلاص أنا مش هنحتاج للرسمة، عبارة عن إني نحل في رياضيات فقط، يعني معادلتين هذين حنبدأ نحلهن، ممكن نكتب الحل هنا، وممكن يعني إني أنا نستمر إلى أن يكون يعني حسب ما نحتاج من مساحة. حنكتب المعادلات تحت بعضهن. يفضل إني ناخذ المعادلة اللي فيها الأرقام الكبيرة، هذه 68 وهذه 11، فنكتب 68 هي الأولى، مش ما يكونش في خطأ في الإشارات، يعني يفضل، مش قاعدة، لكن يفضل بالطريقة هذه يعني. والآن عملية جمع، إذا بالجمع حنلاحظوا أن هذه سالب تي وهذه تي تنحذف، والاثنين هذين إشارات مختلفة، ونجمع عادي يعني بالنسبة للسبعة والأربعة نجمع عادي، وهنا نطرح لنا إشارات مختلفة. إذا تحصلت على الأرقام هذه، بنوجد الـ A عبارة عن فقط نقسم عادي جدا. إذا هذه قيمة الـ A، تمام. الآن نعوض في واحدة من المعادلات، ممكن نستخدم المعادلة الثانية جاهزة، ونجيب نوجد يعني قيمة الـ T. فإذا بس كتبنا تعويض وحصلنا قيمة T وهو المطلوب، إذا نبي قيمة الـ T وقيمة الـ A. نفس الفكرة هنا، بس نخلي الكتلتين الحركة متاعهم عمودية. في هنا كلمة inextensible cord، يعني الحبل غير قابل للتمديد، يعني هذه دائما في كل مسألة، يعني ما عندناش التعقيدات ان الحبل قابل للتمديد، او في احتكاك يعني كيف ما قلنا، او بين البكرة وبين الحبل، او يكون في الحبل له كتلة غير موجودة في الحالة هذه. نفس المطلوب ايضا، يبي الاكسلريشن ويبي التنشن، وممكن يطلب حاجة اخرى، يطلب المسافة او الزمن عادي، مش مشكلة، لكن نفس الروتين نفسه اللي هو قوانين نيوتن بالنسبة للكتلة الاولى والثانية، ونرسمه لفري بودي دياجرام ونطبقه. لاحظوا ان الحركة باش تكون متناسقة، هو يكون إلى الأسفل، لازم هذا يكون إلى الأعلى، لا يمكن يكون هن اثنين إلى الأسفل أو هن اثنين إلى الأعلى،
طبيعي طبعا درت هذا إلى الأسفل لأن الكتلة هذه أثقل، لكن لو درناها بالعكس لكن في تناسق في الحركة يعطيني بس العجلة بالسالب لكن قيمتها صحيحة، بينما لو درنا هن اثنين فوق أو هن اثنين لوطة طبعا هذه غلط. ليش قلنا لأن إحداهما لازم تجر الأخرى، إذا نرسم كل القوى على كل كتلة بالشكل هذا اللي هي الـ free body diagram. عندي هنا قوتين حركة عمودية، الحركة إلى الأسفل هذا موجب وهذا سالب، نفس الشيء هنا قوتين بس الحركة إلى الأعلى هذا موجب وهذا سالب. حنكتب المعادلات ونعوض عليهم بالشكل هذا. لاحظوا بس هذه طبعا 98 و49، بالصدفة طلع الرقم 49. أوكي هنا نعوضه بعدين في المعادلة الأولى ونوجد قيمة ال T، فإذا عندي قيمة ال A وعندي قيمة ال T ال acceleration وال tension. الآن رقم 3 من نفس النوع اللي هو كتلتين مربوطات بنفس الحبل، بس أنا شو مداير وحدة على يعني مستوى مائل ووحدة عمودية، وأيضا قال لي ال inclined هنا smooth ما فيش احتكاك، ممكن يكون في احتكاك هنا عادي جدا. شن أخرى؟ وقال لي أوجد العجلة متاع الكتلة 5. طبعا هنا عجلة الكتلة 5 وعجلة الكتلة 10 هي نفسها، فما تنخدعوش في يعني السؤال بالطريقة هذه، لأن هن منظومة واحدة نفس العجلة. ويبي الشد في الحبل، طبعا هو حبل واحد يعني الشد هذا والشد هذا هو نفس القيمة. الآن حنرسم الفري بادي دايجرام لكل كتلة، ولاحظوا هنا محاول الإحداثية حتكون مائلة بالنسبة لسطح المائل بالشكل هذا زي ما تعودنا من قبل. ما ننسوش أيضا الـ MJ الوزن يكون عمودي لأنه يكون موازي لحاشية الشاشة أو حاشية الكراسة اللي تكتبوا فيه. هنا كتبت عليها M2، ممكن هذه نسميها M2 وهذه نسميها M1، هو مش محدد يعني. أوكي فنقدر نحن نختاره يعني الرقم اللي نبوه، سموا هذه كتلة 1 وهذه كتلة 2 أو العكس. الزاوية هذه هي نفسها طبعا قلنا هذه بين الجنوب وبين الوزن، هذه 40، وبالتأكيد هذه حتاخذ ساين وهذه حتاخذ كوساين، يعني حللنا الوزن نديرو تحليل للوزن. أوكي إذا كان في قوة احتكاك هنضيفوها عكس اتجاه الحركة، يمكن هذا يتحرك بهذا الشكل هذا سيتحرك بهذا الشكل يعني، أو يكون يعني متناسقة. قلنا إذا كان خذينا العكس مثلا بمعنى أن هذا ينزل لوطة لازم هذا يصعد بالطريقة هذه. إذا كان توجد قوة احتكاك هنحط قوة احتكاك من عكس اتجاه الحركة اللي أنا اخترتها، لكن هنا قال لي ما فيش احتكاك، فإذا خلاص كل فري بودي دايجرام بتاع الجسم الأول فقط تنقصني التي، التي حتكون خارجة دائما من الكتلة متعكسوش اتجاهها. بالنسبة لهذه في عندي تي هنا وفي عندي للأسفل اللي هو M1J. أوكي إذا نبدأ نطبق في القوانين على كل كتلة. الكتلة العمودية لأن الحركة إلى الأساس تكون هذه موجبة وهذه سالبة نفس ما نحن دارين هنا، ونعوضه نفس الشيء بالنسبة للكتلة الأخرى، هذه الحركة إلى الأعلى إذا تصبح التي ناقص الام جي بشكل هذا، وعوضنا أصبح عندي معادلتين. الآن حنحل المعادلتين طريقة الحذف بالشكل هذا، إذا نحصل على قيمة الـ A، بعدها نعوض في أحد المعادلات، ممكن نعوض في المعادلة الثانية اللي جات قيمة الـ T. تأكدوا من النتائج، أنا مركزتش يعني على الأرقام واجد. في هنا تي مش عارف كيف جت يعني بالغلط، ممكن تسخ مني بالغلط، فيش هنا تي. اوكي صحتها توا. ايضا علامة التساوي هنا موجودة، اذا المفروض ان هذه تكون قيمة التي وهذه ايضا قيمة الاي. ممكن ايضا ناخذ الحركة في بعدين مش بالكامل، ما فيش البروجكتايل ما فيش الحركة الدائرية، فقط هنا حتكون عندي عجلة اتجاه الاكس وعجلة اتجاه الواي. كل المسائل السابقة اللي متعلقة بنيوتن في الشيت هذا، يا اما ندير محاسة القوة في اتجاه الاكس ام اي وتكون الواي صفر، يا اما محاسة القوة في اتجاه الواي هي اللي ام اي حركة عمودية. الان هنا في المسألة هذه في عندي عجلة افقية وعجلة عمودية، لانه يتكلم عليه هاكي، يتكلم عليه قرص الهاكي. قرص الهاكي اللاعبين يلعبوه على الارضية، هذا المستوى الارضي، هذا الارض، هذا مش يعني الجدار اللي امامي، هذا الارض. فممكن الهاكي يتحرك باتجاه يعني يمين ويسار أو يتحرك أمام وخلف. أوكي فالعجلة ممكن تكون عجلة يمين ويسار، يعني في عجلة أفقية أي أكس، وفي عجلة يعني هي في اتجاه الواي. مش نقول عمودية لأن العمودي هو الزد
في الحالة هذه، لكن نقصد أمام وخلف، في عجلة أمام وخلف وفي عجلة يمين ويسار. كيف عرفت الكلام هذا؟ لأنه هو قال لي هاكي قرص الهاكي قرص الهاكي، نعرفه أن نحن اللاعب ما يلعبش فيه في خط واحد طبعا، إلا إذا ذكر أنه يلعب في اتجاه خط واحد، يعني أعطاني الحركة في بعد واحد، غير هكي معناها في عندي بعدين. واضح أنه قال لي إكس وواي، تمام. إذا حنطبق قوانين نيوتن، لكن حتكون محاسة القوة في اتجاه الإكس لها عجلة، محاسة القوة في اتجاه الواي فيها عجلة، يعني إم في عجلة مش صفر، ولا واحدة فيهم صفر، فهي دمج بين المتجهات وبين قوانين نيوتن. فإذا لو قرينا المسألة حنلقوا أن كتلة قرص الهاكي معطاة، وأعطاني القوتين موجودة في الرسمة وموجودة في المسألة نفسها، والمطلوب هو العجلة. أيضا لا يوجد احتكاك، لو كان في احتكاك حندير القوة الاحتكاك، لكن في الحالة هذه قال لي فريكشنلس. هذه الرسمة يعني أكيد حندير عملية تحليل، لأن في عندي قوة غير موجودة مع المحاور، موجودة بين الإكس والواي القوتين، فنحتاج إلى عملية تحليل للقوة. إذا تحليل القوة 5، عفوا 8 بالشكل هذا، وتحليل القوة 5 بالشكل هو. أوكي، نعاود نأكد أن في عجلة في اتجاه الواي وعجلة في اتجاه الإكس، يعني قبل كانت إحداهما تساوي صفر، لكن الآن الحركة في الإكس وفي الواي. ما نحطش الأم جي، لأن هذا اعتبروه الأرض، هذا مستوى الأرضي وليس الجدار اللي أمامي. الأم جي مع الزد، لو أنا بندير 3 أبعاد بالشكل هذا، هذه حتكون إكس وهذه حتكون الواي، والزد يكون الوزن. فنحن نتكلم على المستوى هذا ومستوى الأرضي، تمام. يعني تخيلوا بس لعبة الهاكي وين حتكون، حتكون على الأرض، حتكون يمين ويسار وأمام وخلف، ما فيش فوق ولوطة، مش حتنقز فوق ولوطة، مش حتنط فوق ولوطة. يعني لاحظوا هنا أن يعني فقط المجهول هو الـ AX، فنوجد الـ AX. أوكي، نوجد الـ AX. المفترض أن الرقم يكون هكي، نديروا نفس الشيء، محاسة القوة في اتجاه الـ Y، في عندي أيضا قوتين، باعتبار أن في مجهول واحد أيضا نوجدوه، مفترض يعني تكون أيضا نتيجة بهذا الشكل. وقال لي أوجد قيمة واتجاه العجلة، طبعا العجلة باعتبار أن هي كمية متجهة، فإذا نوجد العجلة بالجذر التربيعي للعجلة في اتجاه الإكس الكل تربيع، في اتجاه الواي الكل تربيع، ونوجد أيضا التان ثيتا اتجاهها. يعني المفروض أن النتائج تكون بالشكل هذا، زيدوا تأكدوا من الأرقام. والثيتا اتجاه العجلة، اتجاه اللي تتحرك فيه الكرة الهاكي عفوا القرص، حيكون اي واي يعني اي اكس. فأكملوها عادي جدا، تقريبا هذه 31 درجة. هذه نفسها بالضبط، اختلاف الأرقام وعندكم الإجابات، لو قدرتوا تحلوها معناها أنتم فهمتوا الفكرة. ممكن نحل رقم 3 باش نميز إن مش كل مسألة فيها هاكي باكيت معناها هاكي باك، يعني قرص هاكي معناها فيها يعني اكس واي. لاحظوا المسألة هذه، لو قرينا المسألة لاحظوا أن القرص يعني الهاكي يضرب بعصا الهاكي، اللعبة اللي هي معروفة، فتصبح سرعتها 20، تمام، على يعني بحيرة مجمدة هي تلعب على الجليد، فيبقى في الجليد القرص الهاكي يعني ما يقفزش باتجاه العمودي. وقال لي هنا المسافة، فأعطاني مسافة واحدة اللي هي إكس، يعني بعد واحد، ما فيش عندي بعدين، يعني حالة عادية جدا، تمام. فقال لي هنا تتباطأ حتى تصبح، حتى تقف، يعني كام تو ريست يعني توقف. قال لي احسب معامل الاحتكاك، ايش اللي خليها توقف هي أصلا؟ الاحتكاك. فإذا هذه دمج ما بين معادلة الحركة وما بين نيوتن، بس الحركة في بعد واحد، ما فيش إلا عجلة يعني واحدة، ما فيش إلا عجلة واحدة، لأن حركة أفقية في خط واحد، أعطاني إكس واحدة بس، أعطاني يعني مسافة واحدة، المسافة هذه هي مسافة الإكس، ما فيش واي، وما فيش قوة أصلا تحتاج إلى تحليل، يعني ضربت باتجاه واحد. الرسمة اللي الأخرى اللي بدنا شوية حليناها في اتجاهين قوة، الوحدة في اتجاه. فإذا هذا مخطط المسألة، يعني بين عليه أن هي معادلة حركة، عندي سرعة ابتدائية نهائية وعندي المسافة، المطلوب هو معامل الاحتكاك. فنحن لو بدينا بقوانين نيوتن صحيح، بدينا معادلة الحركة صحيح، أيما بدينا، فممكن نبدأ معادلة الحركة.
يعني المشترك بينهم العجلة، وممكن نوجد العجلة من معادلة الحركة، أو نبدأ من قوانين نيوتن، مفيش إشكالية. لقيت مجهولين نسميها معادلة رقم 1. استخدمت أنا معادلة الحركة، كتبنا معادلة الحركة 3، لقينا المعادلة الثانية هي المناسبة لأن فيها مجهول 1، وهذه المفروض تكون قيمة العجلة، لأن المطلوب هو معامل الاحتكاك، فإذا حنستخدم قوانين نيوتن لأن معامل الاحتكاك موجود في قوة الاحتكاك. نستخدم قانون نيوتن الثاني لأن في عجلة، نقول هنا ام اي، وطبعا الحركة هنا أفقية. كم عندي قوة؟ ما فيش إلا قوة واحدة اللي هي قوة الاحتكاك إلى الخلف، هي اللي تثبت في توقف الجسم. في غلطة تصير إن لما يقول الطالب يشوف إن في يعني قوة حركت الجسم، يعتقد أن القوة هذه موجودة. القوة هذه لا، هي فقط عطت دفعة للجسم، فإذا غير موجودة، هي ممشتش معاها عصالها عندما وصلتها للمسافة 120 متر. أوكي، فانتبهوا، ما فيش إلا قوة احتكاك الحركة بهذا الشكل، فإذا قوة الاحتكاك عكسها. طبعا هذه المفروض تكون أفقية، أنا جت معايا معوجة شوية، نقصد هذه يعني المفروض تكون هيك خط مستقيم، لأن عبارة عن عوض، فقط عندي قوة واحدة اللي هي قوة الاحتكاك، وتكون سالبة لأن عكس اتجاه الحركة. فإذا كتبت قانون نيوتن وعوضت، لأن M مش موجودة، والإف كي هو بمعامل الاحتكاك، بس نحن كتبنا قوانين نيوتن لأن في قوة، فنحن قلنا بمجرد ما نشوفه قوة الاحتكاك نحطه بدلها ميو في الN. أوكي، ونبدأ نعوض يعني بالأشياء الموجودة. الN دائما ننظر للرسمة، مش نحط بدالها قيمتها، أنا تساوي الحالة هذه تساوي ام جي، لكن مش دائما، فدائما ننظر للرسمة عشان ما نغلطش في وضع قيمة الان، ان اللي هو قوة الاتصال العمودي. انا نسيت اشارة السالب هنا، مدرتهاش قلتها لكن مدرتهاش. لاحظوا هنا اشارة السالب تحذف، وام ايضا تحذف، انا في عندي ام وام، فاذا نوجد الميو كي وهو المطلوب. قبل ما نحسب الميو في خطأ هنا، هذه تطلع 1.66، يعني 6 مستمرة، فإذا هي 1.67، أنا يعني أخطأت في حساب القيمة، يا ريت تصحوها. وحتى أنا نفس الشيء حنحطها، يعني مش حتكون بالطريقة هذه، حنغيرها. طبعا سالب، هي المفترض أن النتيجة هي هذه. أوكي، هيك هي تقريبا مريت على كل المسائل. في مسائل هنا اكسترا بس مش مبيضة، يعني ممكن يكون فيه نقص يعني في المسألة نفسها، لكن ممكن تطلعوا على الرسمات تاخذوا فكرة على طريقة التحليل. هذه نفس طريقة الترافيك لايت، هذه حركة أفقية. أوكي، يعني ممكن حناخذوا هذه مثلا هنا الشخص اللي يجر في الصندوق، فلو مثلا رسمنا، نحن حنرسمه من المنتصف، أيضا حيكون في هنا هو المحاور الإحداثيات، بيكون في وزن هنا عمودي، تصير عملية تحليل. لو في احتكاك هنديرو احتكاك عكس اتجاه الحركة، ونتصرفوا معها عادي جدا. هنا في طبعا الان هذه تحتاج إلى تحليل في الجزئية هذه والجزئية هذه، يعني ما تخافوش من شكل المسألة، سهلة جدا. حتى هذه أنا في عندي يعني 3 كيبلز، هذه المصعد، بس المصعد نشرحها الحين، ما زلنا ما خليناش عليها يعني ما يكفي، إن شاء الله حنشرحها بإذن الله بعد الامتحان الجزء الأول. نفس الشيء هذه حالة اتزان، هذه حركة أفقية، هذه سبق ووضحت كيف تكون الزاوية above ولا يعني below. هذه المسألة عبارة عن دمجمة، يعني فيها قوانين نيوتن وفيها معادلة الحركة وفيها عدة مراحل، فيها عدة مراحل واضحة هنا، لأن قال لي starting from rest، يبدأ من الصفر، وبعدين قال لي بعد ما يوصل سرعة معينة يطفي المحرك، يقطع مسافة، ففي عدة مراحل، وأيضا في حنحتاج إلى قانون نيوتن لنجد من العجلة أو العكس. يعني هذه يعني القوة هنا عمودية، فلما تحسبوا المحاسبة قوة في اتجاه الواي تساوي صفر، نحطوا القوة في الاعتبار. لاحظوا هنا قال لي القوة عمودية، فهذه عمودية مع اتجاه الواي. مرات يقول لي parallel to the ground، فلما تكون parallel نرسموها بالطريقة هذه، تكون موازي للأرض، تمام. فلما نجول محاور الإحداثيات، هذه تحتاج إلى تحليل نفس الزاوية، هذه موجودة في الربع الرابع، يعني يتم تحليلها هنا وهنا، تمام. هذه الأف يعني يتم تحليلها لأنها أفقية، فهي موازي للأرض. هذه عمودية لا تحتاج إلى تحليل، يعني الجزئية هذه لا تحتاج إلى تحليل، هذه مسألة واحدة أخرى، يعني مش موجودة هنا.
لكن الآن يعني جت الفكرة في بالي باعتبار أن أنا عمودية، ممكن يكون حتى قوة أفقية تقدر تعامل معها مفروض كلها يعني. كيف وصلنا لنهاية المقطع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.